أكد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق لنشر ثقافة حقوق الإنسان للمجتمع البحريني. جاء ذلك لدى استقبال مع الوزير بمكتبه بديوان الوزارة صباح اليوم، وبحضور اللواء عادل بن خليفة الفاضل وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة الدكتور عبد العزيز أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعددا من أعضاء المؤسسة. كما حضر اللقاء كل من رئيس الأمن العام والمفتش العام ووكيل وزارة الداخلية.